على جملة قالها أوتسابونا بشوي، إنه قال عدونا هو الإرهاب. معلش عايزة أتكلم بصراحة مع حبي واحترامي لإخواتنا المسلمين ولطيبة أبونا أجين، إنه عايزة أسأل إيه سبب الإرهاب؟ علشان أنا اتعلمت لو أنا دكتورة وعايزة أعالج مريض لازم عشان أعالجه صح لازم أشخص المرض صح. فإيه سبب الإرهاب؟ في رأيي الشخصي هو النصوص القرآنية. فأنا بتكلم بصراحة لأنه لازم يكون في خدام يقولوا بصراحة اللي بيحصل، لأنه في آيات واضحة في القرآن بتقول قاتلوا الذين لا يدينون دين الحق أي دين الإسلام وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وارهبوا عدو الله وعدو وإلى الآخر. فهنا في آيات موجودة، وبما ان الايات دي موجوده والناس دي اتملت مخها بالايات ديت ونفسها انها تقدم خدمه لربنا زي ما الكتاب المقدس معلمنا، فانا للاسف بشوف انه الحادثه هتتكرر ودماء ابرياء هتكتر اكتر واكتر. فالمشكله اللي انا شايفاها انه مش عارفه ايه الحل، هل هيقبلوا بالغاء الايات دي لانه ده هيبقى اعتراف ضمني بانه كتاب ليس من عند الله وده هيبقى نهايه الاسلام، فايه دورنا بالمحبه يا ابونا بشوي اللي علمها لنا يسوع، وايه دورنا بالمحبه يا حضره القسيس نزار ان احنا يعني نعمل ايه علشان نوصل صوتنا ان هو ده اللي مسبب الارهاب.